اكتشف أن العصورة واحدة تجمعه بأبنائه وأحفادها المنتشرين في كافة أنحاء الأرض. دعاهم للحضور، جاء بعضهم وتخلف آخرون. دعاهم ثانية، فجاء من تخلف وتخلف من جاء. مات، فجاءوا جميعا لجنازته ولم يحرص أحد على التقاط الصورة. جميلة. مفترق طرق، قصص بنفس روائي. حسين وسالم وأم حاتم وخير الله، حنان وتهاني وعثمان وسليمان، حسن وصابر ومنصور، حرية ويحيى وغيرهم الكثيرين. أبطال كبار بحكايات كبيرة، أبطال بتاريخ مفصل لا يقف عند لحظة بعينها. لحظة واحدة هي عمر الحكي القصير. أظنهم قد فروا من روايات طويلة ممتلئة بزخم التفاصيل، طبقات العمر والحكايات. أغوص خلف ما تحميه قصة الشخوص، أعب في لحظة قصيرة الكثير من شحنات المعنى والأفكار والاحتمالات تتحرك معظمها في الزمن القريب، تعالج ما اختبرناه جميعا من هموم اليومي المتجدد إما بأنفسنا أو من خلال السمع. هنا في جغرافيا القاهرة، على الأغلب أيضا في بيوتها العادية وشوارعها وأزقتها القريبة منا، عوالم تحمل الخصوصية في اختيار اللحظة، اختيار الفكرة، تحمل ما يخفيه الجميع عن الجميع ولو كنا نعرفه كلنا جيدا. من عيادة رمض إلى غرفة نوم بعيدة في بناية عتيقة، من طريق عمومي من المطار إلى حي شبرا، إلى غرفة بمشفى أو مكتب بشركة، إلى بناية آيلة السقوط. جغرافيا مطروقة وحميمة، لا شيء غريب. اللحظة الداخلية وحدها التي تكشف مشاعر معقدة، تحمل تاريخ كبير لشخص، تحمل تاريخ كبير لشخصيات كان من المفترض أن تكون صغيرة في حجمها الأدبي، لكنها هنا تجذرت فحملت الكثير وأوحت وفاضت، حتى أنني رحت وأبحث خلف ماضيها الذي لن أعرفها أبدا، وأتطلع لحاضرها الذي لم تأتي به أحداث الكتابة. سرد كبير بحق أسعدنا أن نطالعه. والآن مع قراءة الأستاذ سمير فوزي.